اخي والله الايام الاسواق تعبانه جدا مع ارتفاع الاسعار. كانت الاسعار قبل سنه وسنتين كانت الاسعار الدولار هابط شويه والاسعار خفيفه، والناس رغم المعاناه رغم الظروف هذه الايام والمشاكل كانت الامور تمشي الحال فيها، لكن الايام هذه مع ارتفاع الدولار بشكل باهظ والاسعار زادت بشكل نار، ترى عند التجار الاسعار كلها مرتفعه جدا والناس بلا رواتب بلا اشغال، عطاله في الشوارع اشوفهم فاضيين. قد تعرف الاوضاع كيف الايام هذه عندنا. اصبحنا نشتري سعر البضاعه يعني في زياده بسبب زياده سعر الدولار. مثلا سعر القطعه اللي كنا ناخذها ب 100 ريال اصبحت ب 400 ريال الى 500 ريال، زياده في الضعف بالاسعار بحكم زياده الدولار. ف المواطن هل يستطيع شراء فتحصل بعض يعني المواطن بشكل عام حالته يعني صعبه جدا بسبب الوضع اللي يعيشه بسبب الارتفاعات الحاصله بالسوق. طيب انت الان كتاجر نعم كان القدره الشرائيه عند الناس كيف تقول؟ يعني القدره الشرائيه كانت سابقا لا باس بها، مثلا قبل 3 سنوات 4 سنوات بحكم انه معي محل العاب اطفال يعني كانت القدره الشرائيه لا باس. الان بسبب زياده الاسعار وزياده ارتفاع الدولار الاقبال على البضاعه يعني رديء جدا بحكم الشعب مضطر لتوفير القوت الضروري. الأسعار هذه الأيام والله بزيادة، وارتفاع الدولار مع انخفاض العملة اليمنية أدى إلى ارتفاع الأسعار، والمواطن في حالة يرثى لها بسبب عدم صرف الرواتب بانتظام، عدم يعني الاهتمام بشؤون الموظفين أدى إلى زيادة ارتفاع الأسعار بكل شيء. أعتقد لا يستطيع أن لم يعد للمواطن القدرة على القوة الشرائية مثل ما كان من قبل لعدم صرف الرواتب ولزيادة أسعار صرف الدولار. قبل الحرب كان هناك قوة شرائية بسبب وجود رواتب وجود حوافز وجود يعني، أما الآن أصبح المواطن لا يشتري إلا الحاجة الضرورية فقط، وإن وجد الحاجة الضرورية تجده يتسلف ويتكلف فوق طاقته حتى يشتري. ها